ودخلنا شهر 11، ايش هي اهم واقوى الافلام والمسلسلات اللي راح تنزل في هذا الشهر نوفمبر؟ بتاريخ 3 نوفمبر راح ينزل فيلم ون بيس جميع صالات السينما، وبتاريخ 4 نوفمبر راح ينزل الجزء الثاني من فيلم انولا هولمز، وراح ينزل الموسم الرابع من مسلسل مانيفست في المنصه الحمراء، وبتاريخ 9 نوفمبر راح ينزل الموسم الخامس من مسلسل ذا كراون برضو في المنصه الحمراء، وبتاريخ 10 نوفمبر راح ينزل الفيلم المنتظر لمارفل بلاك بانثر واكاندا، وفيلم الاكشن لوس بوليت الجزء الثاني، وبتاريخ 15 نوفمبر راح ينزل الجزء الثاني من فيلم الاكشن ريست ان بيس ديبارتمنت جميع مواقع انترنت، وبتاريخ 17 نوفمبر موعدنا مع مسلسل الغموض المنتظر 1899 في المنصه الحمراء، وفيلمين ذا مينيو وجوكر جميع صالات السينما، وبتاريخ 18 نوفمبر فيلم الفانتزي لجيسون موموا سلمبرلاند في المنصه الحمراء، وبتاريخ 23 نوفمبر الجزء الثاني من فيلم نايفز اوت ومسلسل وينزداي ادمز في المنصه الحمراء، واخيرا فيلم ذا جاردينز اوف ذا جالاكسي هوليدي سبيشال بينزل بتاريخ 25 نوفمبر في المنصه الزرقاء. لا تنسوا اللايك والفولو وزوروني في الاصفر. سلام.